ألا تجبر هذه العقوبات الرئيس بوتين على تغيير حساباته نوعا ما، تقديم بعض التنازلات إن كان للأوكرانيين أو حتى للجانب الغربي، والوصول إلى نقاط التقاء مشتركة؟ أعتقد لا، يجب أن نأخذ بالاعتبار أن بالفعل العقوبات غير المسبوقة سابقا طبعا، وهذه العقوبات كانت متوقعة. يجب أن نأخذ بالاعتبار أن روسيا هي ليست العراق وليست ليبيا وليست إيران، هي دولة قوية، هي دولة عظمى، وهي الغنية من حيث الثروات المعدنية، هي أغنى من المملكة العربية السعودية، أغنى من جمهورية أفريقيا الجنوبية، وطبعا بإمكان روسيا أن تزود نفسها بالقمح، بالمواد الغذائية، وبالموارد الطبيعية. المشكلة الرئيسية هي التكنولوجيات، ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن العقوبات المفروضة على الاتحاد السوفيتي كانت مفروضة على طول تاريخ الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي كان تبحث عن الخروج من مثل هذا المأزق. طبعا كان تهريب بعض التكنولوجيات، وفي الاتحاد السوفيتي كانت القاعدة العلمية المتطورة، كان الكثير من العلماء السوفيت الذين بدلوا التكنولوجيات السوفيتية، وهي كانت جيدة جدا. مثلا السلاح الروسي ويعتمد على التكنولوجيات الوطنية الروسية. طبعا الآن بإمكان روسيا استخدام التكنولوجيات الراقية عبر الحصول عليها عبر الصين، عبر الدول الأخرى، ربما بشكل غير القانوني. وثانيا نعم، يجب أن نأخذ بالاعتبار القاعدة العلمية لروسيا، هناك الكثير من العلماء الأذكياء وهم يعملون، وطبعا أعتقد ستكون الصعوبات، والصعوبات الاقتصادية وهي مؤثرة على الشعب، وأنا أعتقد أن لن يكون الربيع العربي أو الربيع الروسي على نمط العربي في روسيا. هذا ما كان حلم جو بايدن، أن تخفيض مستوى المعيشة سيؤدي إلى ثورة الشعبية، أعتقد لن يحدث ذلك.